المهم انتو صفوت بكرة بينسى، بس يعمل ريان العملية كل شي رح يكون منيح. امتى رح تعملوا الفحص تبعكم؟ رح نروح بكرة لنشوف الوضع، مو متأملة كتير وما ضل معي مصاري وما فيي اصبر. يا روحي وقف، ما فيك تاكل منها لانه فيها سكر وهالشي ما بيصير. خد هي اطيب. تسمحي لي اخذ التاب تبعك؟ خده بس ما تخلي ابوك يشوفك، ماشي؟ طيب. ليلي شو عنا بهالحياة غير الأمل اللي عايشين مشانه؟ ريان هو أملنا الوحيد، لولا ما كنا تحملنا شيء. امبارح لما كنت بالمطعم كان طاير عقلي، لو تشوفي أسعار الأكل اللي عم يقدموه قديشه غالي والكل عم ياكله، ونحن قاعدين عم نحسب حق البندورة والبطاطا ونتحسر على حالنا. أما لما بيصير عندك ولد بيخليك تتحملي كل شيء. ريان؟ ريان؟ ريان يا عمري رد علي. اختي شو صار لك يا روحي؟ عم يجعك شي؟ خلينا نشوف على عيونك حبيبي. ريان طلع شو فيني. صار لك؟ شو صار لك يا روحي؟ انت موجوع؟ ضغط شوي بس وحسيت انه الارض عم تدور فيني، وبعدين وقعت على الارض فورا. قاعده خلينا نقوم ناخده على المشفى. ما بدي روح على المشفى امي، ما بدي روح. يا روحي انت لازم تروح. عملك ما بدي. طيب هلا انت روق وهدى شوي وما رح نروح، ماشي؟ بس ابوك لازم يعرف. ايه بترجاكي ما تخبري، هلأ بيزعل وبيخاف كتير، بعدين الدوخة راحت وصحيت. تا يا روحي تا مثل ما بدك. عايدة بكفي، كوني قوية من شان، والله هيك ما بيصير. شو بدنا نعمل بس قوليلي؟ عم بيروح الوقت هيك، لك ما عم صدق انه ما فينا نعمل شي معهم، نضل قاعدين هيك، فهميني اختي. طولي بالك اختي، ما بقى تفكري، الله رح يشفي ويعافي. أنا كل يوم بتطلع عليه إذا عم يتنفس ولا لا. بعيد الشر عني. شو رأيك تحاكي سليمان بيك؟ آه؟ بلكي قلبه كبير وبيساعدكم. معقول كتير، لنشوف. طيب لك هان جربي، بما إنه معه كل هالمصاري شو رح تأثر عليه العملية؟ أنت مو عرفانة شي، هو منو هيك، وعرفان مستحيل يقبل بهالشي. تركي عرفان على جنب، أنت أم يا عايدة، أم. قديش ممكن تضلي متحملة هالشي؟ بعدين هالزلمة ما عنده أولاد، أنا متأكدة إنه رح يساعدك. صارت الساعة 3 والزلمة لسه عم يحكي والناس عم يسمعوه، بيعرف يحكي منيح والله. والكل بيحبوا الحكي وبيعملوا حالهم إنه نقتنعوا فيه، بس لما بيصير وقت الدفع بيغيروا رأيه. مين ها؟ ما بعرف، ما عندي غير رقمك مسجل بتليفوني الجديد. ايه المهم وين كنا؟ شوفي انا عم قلك من هلا، هدول الناس رح يجوا ويجيبوا معهم ناس تانين، وواحد قال لي استثمرت مع الزلمة الصحيح. منيح، اياك تنسى انه نصبوا عليك كمان، يعني صحيح عرفان بيك بيفهم بالتجارة كتير، بس عيوني عليهم لا تاكلهم انت. ايه بنتي؟ سليمان بيك اجى الضابط سادات لعندك. خليه ينطر شوي شوي ويجي. حاضر.
سلطانة انت شربي قهوتك، خمس دقايق وبرجع لعندك. أنا عايدة، ممكن نحكي شوي؟ تفضلي عايدة، عم اسمعك. ريان، مهووس بالديناصورات، بيعرف اسمائهم وانواعهم كلهم على الغايب. هوايته القرايه وبينسى حاله هو وعم يقرا شي كتاب. هو اخذ كل الشغلات المنيحه من ابو عرفان. الله يحمي لك يا آمين. يربى بعزكم. فهماني شو بدك؟ شوفي، حكيك مو معي أنا، مو أنا اللي طلعت قدام عرفان. صدقيني كل هالسنين ما حكيت معه بنوب، هو اللي طلع قدامي. صدقيني صار هاد الشي صدفة مو أكتر. عفوا. كل واحد منكم كان بده شيء مختلف عن التاني، لهيك اختلفتوا. هو بده بيت وعيلة وولاد، وانتي بالنهاية أخذتي اللي بدك اياه، مزبوط؟ كل شيء. طيب يعني جبتيني لهون لتقليلي بعدي عن زوجي، ما عندي مشكلة بنوب، بس هذا الحكي لازم تقوليه لعرفان كمان، وهدول الحركات السخيفة اللي عم تعمليهم إذا ما بطلتيهم رح توقعينا بمصيبة كبيرة عايدة، عم تفهمي؟ بالإذن. آيلا خلاص لو سمحتي. وقفي وقفي، بدي إياك تساعديني. ريان تأخر كتير ولازم يعمل العملية، وما معنا مصاري. مستحيل اقدر ساعدك لحالي. قولي له لسليمان بيك، وبس طيب ابني اعمل لي اللي بدك اياه. ساعتها روحي مع عرفان وين ما بدك. ليش سهراني لهلا؟ اليوم قلت لأختي إنه الأولاد هن الأمل بهالحياة، وحتى إذا تعودنا على وضعنا وتقبلنا هن رح ينسونا كل شي، ورح نتمنى نعيشهم أفضل حياة ممكن يعيشوها، وبعدين رح يكبروا وبيصير عندهم أولاد ويعيشوا كرمالهم. اليوم ريان طلب مني بسكوتة وما قدرت أعطيه. عم تتخيل؟ قلت له ما بيصير وعطيته تفاحة، وبعدين وقع وركضت لعنده. شو؟ ليش ما اتصلتي وخبرتيني؟ أمي خلينا ناخده على المشفى. قلي ليش المشفى؟ شو رح يستفاد؟ رح يعطوه مسكن ويبعتوه على البيت. عرفان، أنا ما بقى فيني أتحمل هالوضع بنوب. كم يوم حيضل عايش ممكن يصير معه شي نوبة. أنا رحشن والله علي، ما بعرف يستوعب بنوب وما بعرف شو بدنا نعمل مشانه. عرفان، شفت هدول الرجال قديش معهم مصاري؟
وسليمان بيك مثلهم. يعني المصاري تبع عملية ابني ولا شي بالنسبة له، روح اطلب منه، أكيد قلبه مانو حجر ورح يشفق علينا. وإذا ما رضي ترجع ما عنا غير هذا الحل عرفان. عايدة الزلمة إله علي ديون بالأصل. كيف؟ وهالديون كبيرة كتير، شي 20 مليون ليرة.